تسريب فيديو صادم لشاهدلو بوضع مخل، والأخيرة تنهار وتعلق بصدمة. أثارت مشهورة سناب شات الخليجية شاهدلو الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في أحد المطاعم في منطقة البوليفارد، واستنقرت المشهورة تسريب مقطع الفيديو وتصويرها بخلسة من دون احترام خصوصيتها، واعتبرت أن السبب وراء ذلك هو الأذية فقط، وقالت الحمد لله أنا مبسوطة ومروقة عادي، بس التصوير اللي ماله سنع ماله سنع، والتصوير اللي ماله داعي ماله داعي. يعني المحبة اللي تبين تصورينها وتبينينها للناس خليها لنفسك. الحمد لله يعني عارف ما في شيء غلط، عادي أنا مبسوطة ترى مروقة وعادي، بس التصوير اللي ماله سنع ماله سنع، والتصوير اللي ماله داعي ماله داعي. يذكر أن المشهورة شاهدلو إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي سعودية الأصل مقيمة في إمارة دبي، ودائما يكون محط اهتمام المشهورة تقديمها نصائح بطرق وضع مساحيق التجميل واهتمامها بالمطاعم والأماكن التي تقدم الطعام. أنا بغير النظام في تيك توك، نظام مدخل معاك هو قاعد ألعب ويقدي يطق.